شنو مخالفتك؟ انتظر. ما عندي مخالف، احنا يوميا هذا طريقنا. يوميا هذا طريقك يعني هسه. انا محلي هنا هذا الشارع. ربي يحفظك. انا اكيد اتمنى لك كل الصحة والسلامة. واجبنا هو نشر الوعي والثقافة المرورية. صحيح. بس هذا السايد شنو هسه؟ هذا رون سايد. رحم الله والديك، رون سايد، عوفك من العالم. حياتك مو مهمة؟ طبعا شلون لا. عائلتك مو مهمة؟ طبعا مهمة. أكيد. صح؟ أكيد. رحم الله والديك. زين. هسه إذا أجاك أبو سيارة واصطدموا. إيه صحيح، احنا طبتنا منها غلط، مو صحيحة. عاشت إيدك. بس احنا شيء على القلوب يعني، احنا غلط طبتنا منها. إي يعني شيء ما حنا هنا. تمشي شهر. صحيح. ولا شنو؟ تعبر نهر. صحيح. رحم الله والديكم. سيدي فيما يخص هذه المخالفة، احنا واجبنا هو نشر الوعي والثقافة المرورية. لا. القرب صحيح أنا وياك، الازدحام أنا وياك، كنا موجودين في هذا الشارع. لكن تتأخر لك 5 دقائق أحسن من ما لا يصير قدر لا سامح الله. صحيح. هم تأذي نفسك وتأذي صاحب المركبة. صح. سيدي فيما يخص هذا الموضوع. لا. شنو الإجراء القانوني أو ما هي المخالفة؟ احنا بعد موجود منا، احنا بعد عرفنا. هذه المخالفة طبعا خطرة جدا. نعم. لأن هاي تسبب يعني حوادث وتسبب يعني إنه ناس يفقدون أرواحهم. أكيد. لأن المخالفة يعني عكس السير. نعم. إحنا نأكد عليها طبعا. نعم. وهاي المخالفة. شنو إجراءاتكم؟ الإجراء تحجز المركبة. تحجزها. تحجز. هاي الدراجة تحجز. نعم. نعم.